Salam alaikum, comment ça va? Salam alaikum, mrokaitekom. Salam alaikum, mrokaitekom. تعيدوا تعاونوا تسعدوا تفرحوا نغنيو وتفتحوا يا متى ايدكم حياتو كلها عيد العيد ربي اليوم السعيد مبروك عيدكم مبروك عيدكم احبابنا مبروك عيدكم مبروك عيدكم رحنا نحييوكم ونسلم عليكم كلكم نبغيكم كلكم نبغيكم ونعزوكم كلكم نعزوكم ونحبوكم فيما كنتو يا الحباب هنا ولا برا مبروك عيدكم اخوتي مبروك عليك حياتكم ان شاء الله عيد على عيد قبلوا علينا كيما جينا قبلوا علينا كيما غنينا نحبكم ونعزكم يا حبابنا شحال ترجينا نلقاوكم ونصيبوكم ديما فرحانين يا المغاربة انتوما عزنا في المغرب وفين الكاينين ويسعدكم ويخليكم ناشطين ديما فرحانين ديما ديما بخير ديما بخير ويكتر الخير مبروك عيدكم الاحباب مبروك عيدكم مبروك عيدكم الصحاب مبروك عيدكم مبروك عيدكم اخوتي فيما كنتم سلام ليكم ديما يجيكم يا مغاربة انتوما وشحال عزاز وحشة العزاز عندي وانا في قلبي انتما عمري وانتما انتما حبي هيا المغربة وانتما وشحال عزاز وشحال عزاز انا عندي في قلبي انتما عمري وانتما حبي عاش المغرب عاش المالي عاش الشعب المغربي في مكان في مصل وجال مبروك عيدكم مغربة ونعزوكم مبروك عيدكم مغربة ونحبوكم هيا مغربة انتم عزاز عندي انا في قلبي يا لا 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 الله والوطن الله والوطن والملك الله يبارك في عمر سيدي الصلاة والسلام على سيدي محمد الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام عليه تبارك الله
عليكم. هذه غير امبروفيزاسيون هذا سي باسو. انا دابا شديت بورتاب وشفت واحد لي زارتيكل ان جنوب افريقيا وشي دول مصحاب جنوب افريقيا قال لك تطلبوا من الامم المتحده يزيفطوا لي زوانج يشوفوا وضعيه الصحراء الصحراويه في الصحراء المغربيه في الجنوب المغربي اللي كيتسمى وضعيه ديالهم ماساويه. و كيقول لهم هذاك الزعيم ديالهم انه يساند للقوات التحرريه ويطلب من القوات التحرريه مسانده هذه الاطروحه الجزائريه بين تميزات شي حاجه كبيره. الوغ انا نجاوبو وجاوبو كاع هذا الشيء. شتي الجنوب الجزائري؟ الجنوب الجزائري نيكزيست با الي ديزار. الجنوب المغربي مسكون عامر كله. وشتي وضعيه المغاربه في الجنوب المغربي مع وضعية الجنوب الجزائري؟ انا كندوي على الجنوب الجزائري لان كندوي على تندوف. المغاربة اللي موجودين في الصحراء المغربية جنوب المغرب من بدا محامي الغزلان حتى الكويرة نهضروا الجنوب كامل. ومطاطا ولا طانطان ولا زاكورة ولا ورزازات ولا الرشيدية كاع الجنوب من اكادير كاع ولا من الصويرة نحسبوا. وحنا نحسبوا كاع من المغرب وحنا الجنوب حيت الجنوب شوية محقور كيحسبوهم راهم مشردين ولا مهمشين. وبالعكس الجنوب المغربي احسن من بوليزاريو احسن كيما عايشين بوليزاريو واحسن حتى من جنوب افريقيا بها بما فيها بالوضعيه ديالها واحسن من جميع دوك الدول ديال الاتحاد الافريقي اللي مشريين دوك القوات تاعنا التحرريه احسن منهم مبرعين كما ينبغي واحسن حتى من الشمال الجزائري احسن من اليوميات المعيشيه للشمال الجزائري. هو يمشيو يقلبوا علينا ويجيو يشوفونا كيفاش عايشين تماك. حنا الصحراء ولات عندنا بحال المحمديه الطياره كنمشيو الناس مشاو للكركارات دابا راه مشاو حتى للكويره عاديه. دونك هذا غير ميساج نجاوبهم به. مبروك عيد المغاربه جميعا في المغرب وخارج المغرب ونقول لهم ان الوضعيه المغربيه من الكويره طنجه من الكويره لطنجه لوجده ومن وجده لطنجه للكويره القنت للقنت شمالا وجنوبا غربا وشرقا كلهم بخير وعلى خير كلهم بخير وما كاين حتى تظلم عليهم ولا شي صداع ولا والو كلهم بخير وعلى خير احسن من جنوب افريقيا كل هذيك العنصريه اللي فيها وديك القهره اللي فيها واحسن من الجزائر اللي مدعماها احسن منهم 100 مره. ومشيو حنا ما نقولوش نطلبوا الناس ديال الزوانجي يجيو يشوفونا حنا ما يمشوش لهي لان لهي غادي يديروا لهم غيقلبوا لهم الوضعيه وغيقدموا لهم لا ديارات اللي تستقبلهم. كنحييكم والمغاربه راهم كاع بخير من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب. تبارك الله عليكم جوفو سالي وديما المغرب ينتصر ان شاء الله. المغرب في الصحراء ديالو وغادي يبقى في الصحراء ديالو وحفاد حفايدنا غادي يرجعوا لنا العز والكرامه كما حنا كنرجعوا في هذا. هذه امانه عند جميع الاجيال ديال المستقبل. تبارك الله عليكم جوفو سالي.